يعني مع تطور العلم والتكنولوجيا بشكل عام وتطور الحياة، ما عاد طب الأسنان بشكله التقليدي اللي عرف سابقا. مشاكل كتير يمكن حاول طب الأسنان أنه هو يوجد لها حلول بتقنيات وأساليب للعلاج ما تكون مزعجة وبنفس الوقت ما تكون كتير مكلفة وتكون إلى ديمومة واستمرارية أكثر ومريحة للمريض والمراجع. طبعا شو هي هاي الأدوات وشو هي أبرز التقنيات الحديثة المستخدمة بطب الأسنان؟ رح نتعرف عليها مع ضيفتنا الدكتورة دانا مسلم، اختصاصية بطب الأسنان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، يسعد صباحكم. يسعد صباحك. يعني قلنا بالبداية أنه دايما بطب الأسنان في مواكبة دائما لآخر التطورات الطبية والتقنيات الحديثة. إذا بتسأل يمكن أي مريض بيقول لك أنا بيهمني ما أتوجع، يمكن هي أهم تقنية يمكن يحب يحصل عليها اليوم. خلينا نحكي اليوم بمجال طب الأسنان، قديش فعليا نحن اليوم مواكبين التطور الطبي الحديث، ونحن ضمن أساسا ظروف استثنائية وحرب 10 سنوات، مع ذلك بتلاقينا لا موجودين وبقوة اليوم. صحيح مزبوط. هلا اللي بدي بلش فيه احكي عنه، كونك بلشتي بمقدمتك انه عم تحكي عن الالم والازعاج، يعني خلينا نحكي اول شيء اهم تقنيه دخلت بعالم طب الاسنان وعملت مثل نقله نوعيه هو استخدام الليزر بطب الاسنان. طبعا الليزر هو ما له التقنيه الحديثه لانه يمكن بلشنا استخدامه بعام 94. صحيح. بس الاحدث باجهزه الليزر اللي دخلت فعلا عملت هالنقله النوعيه بطب الاسنان تحديدا هو الووتر ليزر او الليزر المائي. هالنوع من انواع الليزر عملت مثل فرق كبير لانه لغت كل الاشياء المزعجه المرتبطه بعياده طبيب الاسنان، فينا نقول انه صارت معدومه. شو اكثر شيء ممكن يزعج المريض؟ الخوف من الالم، الالات الحفر اللي صوتها العالي دائما، الصوت المزعج بيحكوا لنا انه الصوت، الاهتزاز اللي بيصير، ابره البنج الكبيره اللي كل العالم بتخاف منها سواء نحن عم نحكي عن الاطفال او في كثير اشخاص عندهم رهاب من زياره عياده طبيب الاسنان لهالاسباب هي. فهون الليزر المائي لما صرنا عم نستبدله انه نحفر الاسنان بدل آلة الحفر التقليدية اللي هي قبضة الاسنان، صرنا عم نستخدم قبضة الليزر. الليزر المائي هو عبارة عن نفس الليزر اللي بنعرفه، تدفق أشعة الليزر بالإضافة لتدفق قوة كبيرة، يعني قوة من المياه، دور هالمياه هي التبريد. طبعا بنعرف في حرارة عالية عم تطلع نتيجة احتكاك الليزر، فدور الماء هون هو يعمل تبريد، فنحن عم نلغي موضوع الألم، يعني ما عم يحس المريض بالحرارة اللي عم بتصير، فنحن لغينا موضوع الألم، وبالتالي أنا ما عادت بحاجة لإبرة البنج، فهذا الشيء كتير ممتاز للأشخاص مثل ما قلنا اللي بيخافوا أو حتى اللي ما بيخافوا، يعني مين مستعد يتوجع؟ فإذا نحن نلغي موضوع إبرة البنج حلينا نص المشكلة. بالإضافة لميزات كتيرة لإله إنه نحن بالآلة الحفر التقليدية نحن معتمدين على شطارة الطبيب، يعني نحن آلة الحفر وين من ممشيها بتحفر بتمشي بتاخذ كل شيء بطريقه، بينما الجهاز الليزر عم ياخذ بس النسوج المتآكله المصابه فقط، يعني بس مكان النخر والتسوس، ما بياخذ من النسوج السليمه تبع السن، فبالنتيجه نحن عم نحافظ على بنيه الاسنان. كمان هي ميزه ثانيه لإله. نحن عم نستخدم الليزر صرنا مو بس بمجال العلاج، ايضا بمجال التجميل، يعني سواء كنا عم نشتغل شيء تعويضي وظيفي او حتى تجميلي، يعني مجالات التجميل صارت كثير نستخدم. طبعا طبيب الاسنان بديهيا نعرف طبيب الاسنان الليزري، عم نستخدم الليزر بالتبييض، عم نستخدم الليزر ايضا باستبدال مثلا وجوه الفينيرز اللي عامل سابقا وعملت له مشاكل التهابات هالقصص، فكمان صار انه نستبدلها كثير سهل عن طريق الليزر، بينما بالالات التقليديه بيحتاج ساعات وبيحتاج عده جلسات، فهون نحن اختصرنا كثير من الشغل والتعب والالم، بالاضافه انه خلصنا من صوت الات الحفر السيء اللي الناس بتخافه او بترهبه. في كثير مرضى قبل ما بلش لهم حتى مجرد ما نشغل الاله بلاقي الصوت تشنج وتوجع، وبكون انا بقول له لسه ما لمست السن انت صرت. فهذا نحن هذا الرهاب هذا الخوف نحن لغيناه، الصوت ما عاد موجود المزعج، اهتزاز لاله الحفر ما عاد موجوده، الالم يعني خلينا نقول بحده الادنى ما في الم تقريبا. النزف هلا نحن اذا استخدمنا الليزر ايضا بالجراحه فنحن النزف ما عاد موجود، يعني بالجراحات اللثويه اكثر شيء بيخوف المرضى هو ما بعد العمل الجراحي، يعني احنا بس متى ما خدرنا المريض ما بيحس بالجراحه اللي عم نعملها، ولكن بعد العمل الجراحي لما يكون في عندي قطب على اللثه، بتعرفوا المريض خلال ممكن تمتد ل 15 يوم لما يقدر ياكل، ما يقدر يشرب، في قطب بتمه، في جرح بالنتيجه، فنحن كل هالقصص هي بنلغيها باستخدام الليزر لانه ما عاد عندي قطب، ما عاد عندي نزف، ما في تورمات باللثه بعد العمل الجراحي، فانا لغيت معظم الاشياء المزعجه اللي بتصير خلال العمل الجراحي وبعده.
فاستخداماته واسعة وعديدة، ومشان هيك أنا حبيت أنه نبدأ فيه لهالتقنية. بما أنه دكتورة حكيتي عن العمل الجراحي واستخداماته، هلأ نعرف كتير ناس بيعانوا من مشكلة وقت يروحوا يخلعوا ضرس العقل، خصوصا اذا كان ضرس العقل بده جراحه او جذره كبير او يعني فيه مشاكل معينه بالفك او شيء، وكمان بيخضعوا لعمليات تصوير وما الى ذلك. خلينا نحكي عن التقنيات الحديثه اللي دخلت بهذا الموضوع، اللي هي كيف ممكن نصور الاسنان بشكل اشعه وما الى ذلك، وهل ممكن يستخدم الليزر بهيك شيء؟ صحيح. هلا اهم تقنيه حديثه صارت بطب الاسنان انه صرنا نحن عم نستخدم وسائل التكنولوجيا مثل الكمبيوتر بمجالات عملنا، سواء بالتشخيص او وضع خطه المعالجه او بالعلاج نفسه. مثل ما تفضلت يعني نحن مثلا خلال عمليه مثل هي، سواء كان زرع او جراحه لدرس العقل او وات ايفر، نحن بنحتاج دائما لصور ما قبل العمل. يعني في صور كنا نطلبها من المريض، مثلا صوره بانوراميه، هي الصوره التقليديه القديمه. هلا صرنا عم نعمل صور اللي هي اللي بنسميها السي تي سكان او صوره السي بي سي تي، هي بتساعدنا كثير بموضوع الجراحه وخاصه الزرعات الاسنان. هي الصوره بتعطيني شكل ثلاثي الابعاد، يعني بيقدر الطبيب يحدد الفك، الاسنان، الاعصاب اللي وين ماره، يعني كل التفاصيل تكون واضحه عنده لما نعمل صوره ثلاثيه البعد، مو بعدين مثل الصوره العاديه اللي كنا نشوفها. فبتكون كل الامور واضحه عند الطبيب قبل ما يبلش بالجراحه، سواء كانت زرع او قلع ضرس العقل. كمان هي الصور بنسميها صور، ايضا في صور رقميه. احنا هلا عالم طب الاسنان صار بيميل انه يصير طب الاسنان الرقمي، كل شيء ديجيتال، كل شيء عن طريق الكمبيوتر. يعني نحن لما نعمل تعويض لنفرض تلبيسة أو جسر أو تاج، يعني عام بالعامية بيقولوا عنها تلبيسة، ثلاثية الأبعاد صارت تمام. فصارت السوق، لا يعني نحن بالشكل التقليدي لنعمل هذا التعويض شو ما كان نوعه، جسر، تلبيسة، زرع، وات ايفر، نحن بحاجة إنه ناخذ قياسات للمريض. متعارف عليه انه بدي اخذ طبعات، بحط بهالطبعات معجون ومواد للطبع. عاده هاي المواد تعمل منعكس اقياء عند بعض المرضى، ازعاج، بلاقي بنضطر نعيدها اكثر من مره لتزبط لانه المريض تضايق. كل هالامور هي ايضا بتحتاج لدقه من الطبيب، بده يكون عم ياخذ الطبعه بشكل صحيح، هالطبعه عم تنتقل للمختبر اللي بده يشتغل على المخبر اللي بده يشتغل التعويض ايضا بشكل صحيح. اي تشوه او خطا بصير بهي العمليه بنحتاج انه نعيدها، او بيطلع التعويض ما هو ظابط بنحتاج تعديلات. يعني نحن عم نحكي عن عده جلسات، بينما كل هذا الشيء صرنا بنختصره بجلسه واحده والمريض موجود عندي بالعياده. ليه؟ لانه انا ما عاد اخذت الطبعات بالشكل التقليدي، صار فيني اخذ الطبعات عن طريق الكمبيوتر، بعمل مسح ضوئي باستخدام ماسح ضوئي، يعني مثل بنسميها طبعه رقميه ديجيتال، مثل كاميرا عم تاخذ صوره للاسنان بتدخلها داخل الفم، بتاخذ كل الاسنان وبما فيهم السن اللي محضره لاستقبال هالتعويض بكل تفاصيلها، صارت عم تطلع على الكمبيوتر جدا دقيقه. تخيلي انه انت نحن عم نعمل عمل يدوي، يعني معتمد على خطا ممكن يصير من قبلي او خطا خلال صب الطبعه من قبل المخبر، بينما نحن هون الكمبيوتر عم بيقوم بكل شيء، فهي جدا دقيقه ونسبه الخطا خلينا نقول ممكن تصير بقى 0%، لانه ما في خطا، الكمبيوتر اخذ القياس، الكمبيوتر طلع لي على الشاشه، هو صمم وصنع التعويض بنفس القياسات اللي هو اخذها، فما بالعكس هي اكثر دقه وما في اخطاء. اذا الكات كام، هو موضوع الكات كام هو انه نحن عم نستخدم الكمبيوتر بتصميم وتنفيذ اي نوع من التعويضات. ايضا من مجال التجميل اللي احنا كمان استخدمنا الكمبيوتر لما صرنا المريض وهو قاعد عندي قبل ما يجري الاجراء التجميلي، خلينا نقول ابتسامات لما بيعملوا هوليوود سمايل بسموها بالعاميه، او بيجددوا ابتسامتهم، بيكون عنده المريض فضول يعرف انه كيف رح تطلع الابتسامة، كيف رح يطلع شكل. نحن صرنا عن طريق الكمبيوتر بنعطي صورة مسبقة للمريض، فكرة تقريبا كيف رح تطلع اسنانه، لما بناخذ له صور فوتوغرافية له بنحطها على شاشة الكمبيوتر وبنبلش نجري التعديلات على اسنانه اللي نحن فعليا ناويين نعملها، تغيير اللون، طول الاسنان، اذا في فراغات اغلاق هالفراغات، كل التعديلات اللي حابين نعملها بنعملها على الصورة وبنعطيه كيف رح يطلع شكل اسنانه بعد التجميل. هي فينا نقول ضمن اطار، اذا بدي اسالك عن اخر التقنيات الحديثه لتجميل الاسنان بعيدا عن معالجه السنيه، هيدا فينا نقول ادخال الكمبيوتر ديجيتال سمايل ديزاين، يعني احنا عم نعمل تصميم للابتسامه رقمي، يعني رقمي يعني خلال الكمبيوتر. كمان غير هي فينا نقول بمجال تجميل الاسنان، لانه بتحسي جدا حديث، يعني دائما في شيء جديد وحديث وبتلاقيه بشكل مستمر. يعني هاي الفكره حديثه انه انت صرت بتقدري تشوفي شو راح يصير معك قبل
ما تعملي اي اجراء تجميلي. تمام. ايضا بنرجع للووتر ليزر، ليزر المائي له كثير فوائد بمجال التجميل بما انك سالتيني، بمعالجه الجامي سمايل كلنا بنعرفها، الابتسامه اللثويه. قد ما عملت انا فينيرز او تعويضات او عدسات جميله وظابطه وكل شيء فيها تمام، بس اذا كان شكل اللثه سيء او اذا كان في عندي ظهور يعني زائد للثه خلال الابتسام بينزع لي كل الشغل. صحيح. فنحن كمان ضروري دائما انه نعالج اللثه قبل ما اعمل تجميل. مين عم بيقوم بهالدور؟ هو الليزر المائي، لانه صار عم يعطيني كونتورينج حلو، شكل حلو، هو مثل نهايته مثل القلم، كيف انا عم برسم، بس بقدر ارسم اللثه بالشكل اللي انا بدي اياه قبل ما اعمل تجميل، بدون جراحه، بدون نزف، بدون الم. سابقا بدون حدوث اللي بيعمل فينير ممكن يعيده لانه في مشاكل. صحيح. من خلال رسمه السن او رسمه اللثه او رسمه اللثه، يعني هلا في شيء غلط لا ما عاد بنشوفها فينا نقول. تماما، لانه نحن بنظبطها قبل ما نعمل الفينيرز، بنظبط شكل اللثه، بنرسمها رسم كيف ما بدنا بدون اجراء جراحي. يعني كان المريض موجود هذا الخيار بس يقول ما بدي جراحه، انا بدي اعمل بس تجميل. هلا هو ما عنده الم، ما في نزف، ما في قطب، فهو بتصير عمليه كثير سهله نعملها وبنجري بعدين التعديلات التجميليه اللي نحن بدنا اياها. دائما حلو التطور يضل عم يخدم صحه الانسان ووقته وجهد وراحه. اكيد بدنا نشكرك دكتوره دانا مسلم على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها وخصوصا بعالم طب الاسنان. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم، ميرسي كثير. شكرا لوجودك معنا اليوم، شكرا لك دكتوره.